نروح لمنتخب مصر، لان يعني في كذا نقطه عايز اتكلم مع حضرتك فيها. نبدا بشرط الكابتن وهذا الجدل يعني احمد فتحي محمد صلاح من الاقدر، اختلفت الاراء، دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عندنا مباراه ليبيا ذهابا وايابا، ودي يعني ما فيهاش هزار وفي غايه الاحترام، ويمكن هتعكس النتائج بقى ما يعني اصدره كيراش من قرارات بشان استبعاد بعض اللعيبه الاساسيه اللي كل الناس كان عندها علامه استفهام، دول ازاي مش موجودين. ولا اتحدث بس عن محمد شريف وقفشه يعني، لكن وضم بعض اللعيبه الاخرين اللي برضو كان الناس عليهم علامات استفهام. اتفضل. يعني لو اول حاجه لو شرط الكابتن، ايام كابتن حسام البدري يمكن الجدل كان اكبر بسبب ان ما كانش فيه قرار، بمعنى ان الموضوع اثير اعلاميا ان موضوع الشاره ده هنتباحث فيه، ولكن ما كانش فيه قرار. فالنهارده لما يطلع يتقال ان مثلا تعرض على الكابتن احمد فتحي ان هو اللي يتنازل عن الشاره لمحمد صلاح كمبادره منه، فا يعني ممكن وارد احمد فتحي يقول طب انا اتنازل ليه؟ ما انا برضه ليا قيمه في المنتخب. فهو يمكن باستثناء احمد فتحي كل اللعيبه هم نفس قريبين من جيل صلاح، فهي ما فيش اشكاليه. منطقي ان يبقى صلاح هو كابتن. فوقتها وقتها كانت الازمه ليه؟ لان انت احمد فتحي هتقنعه ازاي او هتاخد القرار ازاي؟ فهنا حصلت الازمه اللي اثيرت اعلاميا في اكتر من توقف، لحد ما خلاص اتعرف ان احمد فتحي ما بقاش بيروح المنتخب، وبعديها حتى بفتره الكابتن حسام البدري خد القرار، مش وقتها حتى. الحاجات دي بتبقى في منتهى الحساسيه طبعا. وبعدين تحس ان في تربص جماهيري، كل الناس قاعده مستنيه تشوف الموضوع ده هيخلص ازاي، لان كل واحد في دماغه في حسبته، في اللي يقول لك بالاقدميه، في اللي يقول لك بالاكثر احترافيه، في بيقول لك بالجماهيريه الدوليه، يعني كل واحد فيهم عشان يحصل على شرط الكابتن في منطق ورا حصوله عليها طبعا. وحتى على فكره في ليفربول والناس في فتره اثارت الموضوع لما صلاح في احد المباريات السنه اللي فاتت في دوري الابطال ما خدش هو الشاره، واثير هل هي بالاقدميه ولا بالاختيار. يعني في ليفربول هو المدير الفني بيختار اللعيبه هي اللي تبقى تحمل شاره القياده وما لهاش علاقه بالاقدميه. بتكون بناء على ايه يعني؟ دايما الكرايتيريا اللي الاقدميه موجبها ايه؟ الاقدميه بس في العالم كل نادي وكل منتخب بيبقى ليهم ال بس الدارج ايه، مش بتبقى بالاقدميه يعني الدارج. احنا عارفين ان هي بالاقدميه، لكن هنا في مصر طبعا هي طول عمرها بالاقدميه. ولكن زي ما نقول في ليفربول، هناخد ليفربول كمثال، تمام. مؤخرا كلوب اعلن القائمه بتاعت مين كابتن الفريق. هندرسون رقم 1، ميلنر رقم 2، فان دايك رقم 3. فان دايك مش قديم في ليفربول، فان دايك صلاح اقدم من فان دايك، ولكن هو ككلوب شايف ان هم دول الاقدر ان هم يبقوا كباتن الفرقه، هم دول اللي عندهم الشخصيه القياديه في الملعب. بعد كده في تصويت ما بين اللعيبه على مين اللي بعد كده، فالثلاثه اللي كانوا بعد كده منهم ارنولد، ده لعيب شاب من مدرسه ليفربول. اليسون بيكر الحارس برده ما نقدرش نقول هو اقدم من صلاح، صلاح اقدم من اليسون، ولكن اللعيبه هي اللي استفتت واختارته. وروبرتسون برده اللعيبه اختارته، وما نقدرش برده نقول ان هو اقدم قوي من صلاح في ليفربول. فهي بتبقى في معايير، يا اما الاقدميه يا اما اختيار المدير الفني نفسه، هو شايف ان اللعيب ده هو اللي يستحق يبقى الكابتن. ما بقاش في حساسيه بقى زي شويه، بس طالما في قرار. يعني كريستيانو رونالدو هو اقدم واحد في الجيل مثلا في مانشستر يونايتد دلوقتي، ولكن الشاره لحد دلوقتي هم ما لبسهاش، المدرب بيختار لعيبه ثانيه موجوده في برونو فرنانديز ده لسه جاي ما بقالوش سنتين في مانشستر يونايتد وهو الكابتن على ناس ممكن تكون. فهي اهم حاجه زي ما قلنا ايه؟ القرار. كابتن حسام البدري للامانه ما كانش حاسم في البدايه، عشان كده خلق الجدل. الميزه هنا في كيروش ان هو في اول مؤتمر قال صلاح هو الكابتن، فخلاص صلاح هو الكابتن، صلاح مش موجود تبقى بالاقدميه، فكده خلاص القانون واضح. جاب احمد فتحي، جاي احمد فتحي هو جاي المنتخب عارف ان صلاح هو الكابتن، هنا مفيش بقى مشكله. لو في مشكله تبقى عند الكابتن احمد فتحي، مش هتبقى عند كيروش. ده بالنسبه للشارع يعني.